الواد ده يا باشا اخر حد زاره كان اخوه وكان جايب له معاه اكل. انا كلمته في التليفون اول ما جالي الخبر، لقيته مكفول. جت لعبد الجادر حاجه تخوف يا معلم رشوانه. خليكي مكانك، اوعي تتحركي ولا تنزلي هنا ولا هنا. والد الغلابه يوميا في رمضان على 11 المساء على رؤيه.